السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه الاخبار؟ النهاردة ان شاء الله جايبة لكم اي جيم كده بيستخدم كتير في الحياة اليومية بالانجلش. واحنا نصيحة طبعا، اللي عايز يتعلم انجلش ويبقى بيرفكت كده في الانجلش لازم يعرف الاي جيمز اللي هما بيستخدموها في الحياة اليومية. فجايبه لكم ايه النهارده بقى؟ زي ما انتم شايفين كده العنوان، we are all in the same boat، يعني احنا كلنا في مركب واحده. بنقولها برضو بالعربي ومشهوره جدا بالعربي، ان احنا في مركب واحده ديت معناها كلنا في الهواء سوا، يعني المعنى الحرفي ليها فعلا بالعربي ان احنا كلنا في الهواء سوا. طيب بنستخدمها امتى؟ يعني احنا دلوقتي لو عايزين نستخدمها نستخدمها ازاي؟ يعني مثلا لما نبقى في موقف صعب، لو احنا كلنا، مش انا بس لوحدي في موقف صعب، لا مجموعة كده كلنا في موقف صعب مع بعضينا، فهنقول ان احنا we are all in the same boat. مثلا لما facing the same challenges، يعني بنواجه نفس التحديات، فبرضو هنقول we are all in the same boat. مثلا لما نبقى في difficult situation، في موقف صعب، فبرضو بنقول، واحنا كلنا يعني، فبنقولها كده، بنقول we are all in the same boat. طب هندي مثال كده صغير عشان نفهم. مثلا هقول everyone has got too much work، كل واحد عنده شغل كتير، ماشي، كل واحد مننا عنده شغل كتير. يبقى في الحالة دي we are all in the same boat، في الحالة دي يبقى احنا كلنا في مركب واحدة، the same difficulties، يعني نفس الصعوبات. مثلا مثال تاني برضه عشان نفهم اكتر، مثلا هقول I know this is difficult work، انا عارف ان الشغل ده صعب، اوكي، مش عليا لوحدي. يبقى we are all in the same، yes we are all in the same boat، احنا كلنا في مركب واحدة، so we will have to do this together، مضطرين لذلك، احنا مضطرين نعمل ده كلنا مع بعض، او الشغل الصعب ده مع بعضينا. ليه مضطرين نعمل الشغل الصعب ده مع بعضينا؟ عشان we are all in the same boat. زي ما قلت لكم كده في اول الحلقة، قلت لكم ان احنا بنستخدمها كمان بالعربي، يعني بنقول احنا في الهواء سوا. لما تقابلنا مثلا، احنا اتزنقنا في فلوس كلنا خارجين، فكل واحد معهوش فلوس مثلا، فبنقولها بقى كده، احنا كلنا في الهواء سوا، we are all in the same boat. يا ريت بقى نتعود على كده، ان احنا ال idioms بتاعتهم ديت نحاول نحفظها. لما نحفظها هنعرف هما يقصدوا ايه، او نفهم. يعني مثلا لما حد يقابلنا واحنا طبعا مش عارفين المعنى بتاع الجملة دي، هل هنستنتج؟ مش هنعرف نستنتج. فاحنا لو استخدمناها في الحياة اليومية وقعدنا نعيد ونزيد كده الايديومز بتاعتهم دي، هنحفظها وهنعرف نتكلم انجلش كويس. نقولها تاني، we are all in the same boat، بالعربي بنقولها كلنا في الهواء سوا. بس فزي ما قلت لكم يا جماعه، لو احنا عرفنا الايديومز بتاعتهم هنعرف ازاي هنفهمهم يعني، وده عن طريق لو احنا قاعدين نتفرج على مثلا على فيلم كده اجنبي وقالوا ايديوم زي دي، نبقى قاعدين مصحصحين وفاهمين ان هم يقصدوا لما نقول we are all in the same boat، يعني احنا كلنا في نفس ال difficult situation، احنا كلنا بنواجه the same challenge. اوكي، بالنسبه بقى يا جماعه الحلقه الجايه ان شاء الله هناخد ايديوم تاني هيسهل لنا برضو ان احنا نتعلم انجليش كويس. بس انا هقول هو عبارة عن ايه يعني، بس مش هحرق الحلقة. هو اسمه بيس اوف كيك، في اكيد ناس عارفة امتى بستخدم بيس اوف كيك دي ومعناها ايه كايديوم، وفي ناس مش عارفة، فان شاء الله هو هي دي حاجة بيستخدموها كتير. فاستعدوا ان شاء الله بقى الحلقة الجاية ان شاء الله نقولها ونقول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، استنوني بالحلقة الجاية إن شاء الله.